دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الحكومة اللبنانية إلى منع حزب الله من تنفيذ عمليات داخل سوريا. وكما دعا الائتلاف في بيان الجيش اللبناني الذي حذر من الرد على مصادر النيران إلى ضبط النفس والتزام الحكمة في التصرف. إلى ذلك طالب الائتلاف المعارض كتائب الجيش الحر في ريف حمص الغربي إلى ضبط النفس واحترام الحدود السيادية للبنان، محذرا من أن اندلاع مواجهات بين الطرفين يعرض سكان المناطق الحدودية إلى مخاطر كبيرة يمكن تجنبها بتحكيم صوت العقل ووقف الخروقات والعدوان.